يا مساء الهنا والرضا والحب وراحة البال والبهجة وكل اللي تتمنوه. الحقيقة بستنى من الخميس للخميس عشان أعرف عملتوا الوصفات اللي أنا قلتلكوا عليها ولا لأ، وبفرح جداً جداً بالمسجات لما بتبعتولي وتقولولي بص يا شيف احنا عملنا الوصفة دي وتبعتولي صورتها. مش عايزة أقولكوا ببقى فرحانة إزاي، عشان بحس إن أنا علمت حد حاجة في التحد بحاجة دي بالنسبة لي بالدنيا كلها. بحب دايماً إن أنا أقولكوا على الوصفات السهلة السريعة ليا وليكوا، عشان أنا بجد بحب أنا نفسي الوصفات السهلة وبحب أحبب الستات في المطبخ، فبالتالي بحاول أطلع لكم الحاجات السهلة والسريعة عشان تحبوا تخشوا المطبخ وتدعولي يمكن أستفيد بدعوة صغيرة. النهاردة عاملة لكم برضو حاجات لذيذة جداً وسهلة قوي. هنعمل النهاردة المكرونة اللي بصوص الريحان، ودي أنا بعشقها السهل الممتنع. تعالوا نقول مكوناتها: كيس مكرونه فرفلي، وتقدروا تعملوها بالمكرونه القلم او الفرفلي زي ما انتوا عايزين، الباني او الفرفلي، نص طبق مشروم متقطع شرايح، بصله صغيره مبشوره، نص ربطه ريحان فريش، نص 2 فص ثوم، 3 معلقه زيت زيتون، ربع كوبايه موتزاريلا وربع كوبايه شيدر، والموتزاريلا دومتي، كوب لبن دومتي، كوب كريمه لباني، وملح كوكس، وفلفل اسود، ومعلقه كبيره كورن فلاور كوكس. تعالوا كده نشوف الوصفه القمر دي هنعملها ازاي. اول حاجه هجيب الزيت الزيتون، وهنزل بحبه زيت زيتون كده صغيرين، وهروح نازله عليهم اول بس ما سخن كده، هروح نازله عليهم بالبصل. ايوه، هناخد البصلة تقليبة سريعة كده، وبعد كده هنزل عليها بالمشروم اللي متقطع شرايح تقليبة برضو، بعد كده هنزل بالثوم، هنزل بالفلفل الاسود، وهنزل بالملح. طبعا ملح الكوكس متهيألي مفيش بيت في مصر ما فيهوش الملح الكوكس، يعني متهيألي الاطفال الصغيره كمان بيعرفوه حتى مش بس الكبار. وبعد كده بعد قلبتهم والمشروم خلاص حساه بدا خلاص يغير لونه المبيض ده، هروح نازله بشويه انا هدوب شويه كورن فلاور كوكس. شايفين العبوات القمر دي الجديده بتاعتهم؟ هحط شويه كورن فلاور صغيرين وهقلبهم في الكريمه او في اللبن زي ما احنا عايزين. انا بحب دايما اعمل الحركه دي على البارد قبل ما ننزل بيه في الطاسه. هحط شويه من اللبن وحنزل عليه بال الكريمة اللي هي معمولة بالنشا، حطها سلام، مزيكا مزيكا. الصوص ده خطير يا جماعة بجد. وبعد كده هنزل بالجبن واحنا عشان وقت البرنامج فسلقت المكرونه. هي بتسلقوا المكرونه، هقول لكم تيب كده نصيحه صغيره على المكرونه، بس اما انزل انا نزلت الجبنه البارميجان او الشيدر، وهحط الموتزاريلا كمان، وبعد كده سيبهم ياخدوا غلوة، وأول ما ياخدوا غلوة هنزل بالريحان الفريش. بس احنا المفروض هنسلق المكرونة، هديكوا نصيحة سريعة كده على سلق المكرونة. المكرونة أهم حاجة ما نيجي نسلقها ما نحطش زيت
على المية بتاعت المكرونة. هنحط الملح الكوكس بس، لكن مش هنحط زيت. ليه؟ عشان الزيت بيزفلط المكرونة من على الصوص، هي ما بتبقى مزيتة وتيجي تحطوها في الصوص، الصوص ما يمسكش في المكرونة حلو. وأهم حاجة إن إحنا الصوص بتاعنا يبقى ماسك في المكرونة. لا طيب، لو أنت بقى هتعملي المكرونة من بدري وتسيبيها، هتضطري بعد ما تصفيها تحطي طبعا زي ما أنا حالاتي كده، أنا حاطة زيت عشان أنا عاملاها سلقاها قبل البرنامج، فبالتالي لازم أحط زيت عليها. لكن الصح لو إحنا بنسلقها قبل الأكل على طول، لا الصح إن إحنا نعمل المكرونة من غير زيت. كده أنا المكرونة الصوص بتاعي جهز، هروح حط الريحان الفريش وهاخده تقليبة، وهروح نزلة بالمكرونة المسلوقة على الصوص. متهيألي مفيش أسرع من كده طبق، يعني طبق ما بياخدش السلق أصلا المكرونة ما بياخدش 10 دقايق، وآدي الطبق ما خدش في عمايله 5 دقايق. بجد الحاجات السهلة وبتبقى طعمها حلو دي نعمة من عند ربنا، إن إحنا بنسهل علينا وعلى ستات البيوت كلها الوقت بتاعها، سواء كانت بتشتغل أو وراها حاجات في البيت. إحنا سهلنا عليكي أهو طبق مكرونة بالجبن، الجبنة الدومتي كمان السايحة الموتزاريلا بتبقى مديها شكل رهيب. طيب هنغرف المكرونة بتاعتنا، خدها تقليبة أخيرة ونقلب المكرونة ونخش على الطبق اللي بعده. بس بنقلها كده عشان البتاعة تقيلة بس كده. بصوا بقى الجمال والحلاوة بتاعة طبقنا، بجد طبق خطير. هناخد الطبق نحطه هنا ونبتدي نعمل الفراخ بتاعتنا. وبحب أليق قوي الحاجات على بعض، يعني احنا عاملين مكرونة بالريحان، هنعمل كمان الفراخ بصوص الريحان. هوريكم هنعمل ايه بقى على طول دلوقتي عشان نعمل احلى طبق فراخ هنعمله. دلوقتي الفراخ دي على خطوتين، الخطوة الاولانية هشوح الفراخ يا دوبك بالتبلة بملح وفلفل، وهشوحها في شوية، نقول المقادير أحسن الأول عشان أنا ما قلتش المقادير بتاعة الفراخ. كيلو صدور فراخ شرايح، ملح كوكس، فلفل أسود، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة كبيرة ريحان ناشف، ربطة ريحان فريش، نص كوباية طماطم الشاري اللي هي الطماطم الصغيرة، وكوب جبنة موتزاريلا دومتي، وثلاثة معلقة كبيرة زيت زيتون. هبتدي أحط الزيت الزيتون في الطاسة على طول، هنشوح كده الزيت نوزعه في الطاسة كلها. بعد كده هتبل الفراخ بتاعتي بالفلفل الأسود والريحان الناشف والثوم الباودر والملح الكوكس. وهاخدهم تقليبة كده كله مع بعضه متبل عشان يبقى كل الفراخ اتبلت حلو ويكون الزيت سخن. هنزل اشوحها اكني بشوي فراخ ما فيهاش اي فكرة في الاول. هروح حاطه الفراخ وهديها تشويحة وبعد كده انا بحاول انقي عشان يكفي
ايوه كده. وبعد كده بعد ما اديها تشويحه هدخلها البايركس واوريكم بقى هنعمل ايه عشان تاكلوا احلى فراخ بالريحان مع المكرونه اللي بالريحان. نشيل دي ورا وهنبتدي نعمل الفراخ بتاعتنا. بس شايفين واخده لون كده. انا بحتاج بس ان لا دي لسه هتاخد بس يا دوبك لون، وبعد كده هنحطها في البايركس. والحقيقه ان الفراخ دي ممكن بالتتبيله دي ناكلها فراخ مشويه من غير اي من غير اي صوص تاني، وممكن تعملوها بالطريقه لو مش دايت ولا حاجه تعملوها بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي. طيب انا من ضمن الحاجات، انا الفراخ اللي بالريحان او المكرونه الريحان عامه انا من عشاقه، والمطبخ الايطالي كمان انا من عشاقه بصراحه. بحسه كده انه الاكل فيه متدلع، معرفش حد بيحس زي الاحساس ده ولا لا، بس انا دايما بحس ان المطبخ الايطالي مطبخ متدلع، حتى هو طريقه كلامهم اصلا متدلعه، بس هو كمان مطبخ اكلاته متدلعه بصراحه قوي. ممكن نولع هنا. فراخ اهي، انا هجيب البايركس عشان اللي يستوي احطه في البايركس على طول. خلينا كده. قولوا لي بقى مين فيكم بيبعت لي على الصفحات، عايزه انزل لكم الصفحات عشان اللي لسه اول مره بيشوفنا يبقى عارف. احنا على الانستجرام غدا نوار، شايف غدا نواره، على الفيسبوك غدا نواره كيترينج، وعلى التيك توك شايف غدا نواره. اللي بيبقى متابعني وعارف خلاص، اللي مش عارف انا بديكوا اهو. وعايزاكوا تبعتوا لي تقولوا لي جربتوا ايه من الحلقه دي برضو، لانها سهله بصراحه، متاكده ان ستات كتيره قوي هتجرب، لانها مش هتاخد وقت، ما فيهاش غلبه، ما فيهاش حاجه تزهقكم من العمايل. اول ما الفراخ هتستوي هنزل عليها بالطماطم الشاري والريحان الفريش والموتزاريلا الدومتي، هغرقهم وهدخلها الفرن. يا دوبك هتبقى الفراخ مستويه، يا دوبك بس الوش يتحمر. طيب ايه رايكم؟ انتوا عرفتوا خلاص ان احنا هنشوحها ونحطها، وهحط عليها الطماطم الشيري والموتزاريلا، بس خليني اعملها قدامكم احسن، وبعد كده نطلع الفاصل. انا هبتدي اهو هرص اللي استوى، اللي لسه هسيبه شويه، هي هتكمل كمان سوا اكتر. وهي متقطعه، انصت اقول لكم كمان ان الصدور ببقى مقطعاها، الصدر الواحد مقطعاه على ثلاثه، الصدر بتاع الفرخه بقطعه على ثلاثه عشان يبقى طري ويستوي مننا بسرعه. قربوا دول كمان نعملهم ونحط وندخل الفرن، بعد كده هنطلع الفاصل. بس مش عايزه اطلع الفاصل غير ما اوريكم هنعملها ازاي. دي كمان خلاص استوت. طيب الوصفات اللي بعد كده النهارده برضو في نطاق السهر السريع، بجد هتتبسطوا منها قوي قوي قوي، عشان انا براعي قوي الستات اللي بتشقى وتتعب، تبقى على راسي كده من فوق، فبحب ابسطها وادلعها، لان انا بحس الواحد اللي بيتعب بيحس بالست اللي بتتعب بجد. ادي دي كمان خلاص، ممكن ناخد واحدة دي صغيرة ويبقى كده خلاص.
طيب احنا على العموم كده سيرفيسنا كامل، نخلي دول ناكلهم للي عايز ياكل رجيم. هنزل الطماطم الشاري زي ما احنا شايفين كده، يعني وصفة سهلة السهل الممتنع بجد. وهحط شوية ريحان، مش كله عشان لما تطلع من الفرن ابقى احط شوية على الوش. وهحط شوية جبنة موتزاريلا. شايفين الشكل والحلاوة؟ وحطينا الموتزاريلا الدومتي، وهندخل طبقنا في الفرن، وبعد كده هنطلعه يبقى بقى سايح وشكله حلو قوي. ايه رأيكم؟ هنطلع فاصل ونرجع نكمل وصفاتنا. ورجعنا لكم تاني، والفراخ في الفرن والمكرونه خلصانه. هنعمل بقى السلطه. تعالوا نقول مقادير السلطه في السريع كده. عندنا 3 ربطه جرجير بلدي، نص كوب جبنه بيضه دومتي، تفاحه شرايح، ربع كوب زبيب، ربع كوب عين جمل، والصوص بقى عصير برتقان دومتي، 3 معلقه خل تفاح، معلقه كبيره عسل ابيض، ملح كوكس، فلفل اسود، وربع كوبايه زيت زيتون. تعالوا بقى نبتدي. هنعمل السلطة بتاعتنا. هحط الجرجير في الطبق بتاع السلطة، وبحبه صحيح كبير، يعني ما بقطعوش. عايزين تقطعوه صغير ممكن، بس ما تقطعوش صغير قوي. أنا بحبه عشان يدي شكل جمالي في الطبق بتاعنا. وبعد كده هروح حاطه الأرشرش العين الجمل. أنا الصوص آخر حاجة هحطه، لكن أنا بوريكو بس الأول الطريقة اللي بنعمل بيها. الزبيب اختياري للي ما بيحبش، بس السلطة ما بتبقى مسكرة شوية كده بتنقلها حتة تانية. هحط شوية زبيب، هجيب التفاح المتقطع شرايح زي ما احنا شايفين بقى نطواره كده. مين بقى بيحب الحاجات المسكر سويت اند ساور، يعني المسكر على حادق؟ جماعه الحاجات دي بتبقى خطيره على فكره. في ناس ما بتحبهاش بس بتبقى خطيره. عملنا كده خلاص، هبتدي بقى اعمل الصوص بتاعي. هحط زيت الزيتون، هحط عليه العسل والفلفل الاسود، شويه فلفل اسود، شويه ملح كوكس، والعسل الابيض، وخل التفاح الاثنين. خل التفاح كمان بيبقى حلو قوي معاها، والعسل. عملنا الصوص، هحط اخر حاجه بقى الجبنه البيضة الدومتي. هقطعها حتت كده على الوش زواق، واروح نازله بالصوص. هفتح العلبه الجبنه البيضة الدومتي بتاعتي، ونقدر بقى نستخدم جبنه اسطنبولي، جبنه براميلي، زي ما احنا عايزين. بقطع بقى كده حتت، وهرمي حتت الجبنه زي ما احنا شايفين كده. حاول بس اقطعها تبقى ايوه كده. احلى بقى حاجه السويت الجبنه مع العسل مع مش عايزه اقول لكم بتبقى حلوه ازاي. بتبقى حلوه بجد قوي قوي قوي. كده عملت الجبنه بتاعتنا، وبعد كده هنزل بالصوص. طبعا احنا زي ما احنا عارفين وزي ما قلت لكم قبل كده، ان لو
هناكل السلطة متأخر، ما يتحطش الصوص من بدري بالذات مع الخضرة عشان ما تتبلش. هنزل بالصوص القمر ده على السلطة، وبكده هيبقى خلص طبق السلطة. ناقص حاجة واحدة بس أعملها، إني أنظف الطبق بس كده، وهحطه لكم هنا عشان يبقى تاني طبق لينا. والفراخ لسه في الفرن. نخش بقى على طبق الحلو بتاعنا القمر. الفراخ مش عارفة خلصت ولا لأ، عايزين نبص عليها بصة. ولسه شوية عليها عشان هما بيقولوا لي خلينا كده. وبعد كده طيب نقول مقادير، على ما الفراخ تطلب من الفرن تخرج من الفرن هنقول مقادير الحلو بتاعنا اللي هي ستيلا شوكولاتة. الاسم ده غريب جدا يا جماعة، بس هو نوع حلو برازيلي لذيذ جدا. بنجيب بسكوت سادة وعلبتين بسكوت سادة، علبة لبن دومتي، 3 معلقة كبيرة كاكاو كوكس. والحقيقة هم غيروا الفورمولز والعبوات بتاعتهم بقت بجد حلوة قوي. ونص لتر لبن دومتي، 3 معلقة كبيرة كاسترد كوكس، نص علبة لبن مكثف، 2 باكو كريم شانتي كوكس، وكوب لبن دومتي وكاكاو للذواق. تعالوا بقى نشوف، نبص بص على طيب لو الفراخ لسه، ممكن نطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني نعمل الحلو وتكون الفراخ طلعت وتشوفوها. هذا البرنامج برعاية ورجعنا لكم تاني، وتعالوا نشوف الفراخ اخبارها ايه. خلاص الفراخ ساحت وبقت زي القمر، وهحطها زي ما احنا شايفين. هرش عليها شوية ريحان بقى فريش كده يدولها اللون الخضار الحلو، وبألف هنا على احلى فراخ. هنبتدي بقى هنعمل الستيلا الشوكولاتة اللي قلتلكوا عليها قبل الفاصل. هنبتدي نعملها. هنعمل ايه؟ هنجيب الاول اللبن الدومتي وهنحطه في حلة على البارد. هتاخدوا بقى دايما كاستر او مهلبية، بعمل على البارد دايما. بعد كده هحط الكاسترد اهو، هحط الكاسترد الكوكس. وغيروا العبوات والفورمولز، بقت بجد حاجتهم من ورا الخيال. هبتدي اقلبهم وهنزل بيهم على النار. احط بقى الفانيليا بتاعتي واللبن المكثف على طول. هحط اللبن المكثف وحطينا الفانيليا الكوكس، و هنقلبه بقى لغاية ما الكاستر يتخن. على ما الكاستر يتخن هجيب البولة دي، هحط شوية لبن وبعد كده هحط الكاكاو. الفورمولا بتاعت الكاستر، معلش انا قلت يمكن معلومة غلط، الفورمولا بتاعت الكاستر ما اتغيرتش، هي العبوة هي اللي اتغيرت. هي فورمولة الكريم شانتيه هي اللي اتغيرت، بقت خطيرة. هم عملوا اصلا ريبراندنج وعملوا عبوات كتير جديدة تهبل، عجباني جدا، كالرفل ويعني محبة للحياة قوي.
هنحط بقى الكاكاو الكوكس على اللبن، وهاخده تقليبة عشان اسقي بيه البسكوت ده. هرص رصة البسكوت بتاعي في الطبق البايركس. ممكن نعمل طبقتين للي بيحب البسكوت كتير، واللي ما بيحبش ممكن طبقة. يعني أنا شخصيا بعملها بطبقتين، بحبها أكتر بطبقتين، وبحب أوزع البسكوت يبقى مفيش فراغات خالص في البايركس. وبعد كده هنزل عليهم بالكاكاو اللي عملناه دلوقتي، بالكاكاو الكوكس، بس كده. هنزل عليهم بقى، هقلب الكاكاو كويس بس الاول، وبعد كده هنزل عليهم اسقيهم كويس قوي وهما بيتسقوا. هاخد ده تقليبه عشان ما ننساهوش. بعد كده اول ما اقلب الكاكاو كويس هنزل اسقي بالكاكاو زي ما احنا شايفين. اوبس، انا لسه ما سقيت. خلي احسن حتت الشوكولاته دي تعمل لنا زي تشانك. انا بسقي كل البسكوت زي ما انتم شايفين اهو، وبعد كده هنزل عليه بالكاسترد اللي احنا بنعمله على النار. بعد كده هنحط الكريم شانتيه بتاعنا وناكل احلى ستيلا شوكولاته هتاكلوها في حياتكم. طيب على ما الكاستر يستوي على النار هعمل ايه؟ هاخده الاول تقليبه، وبعد كده على ما يستوي على النار هكون عملت الكريم شانتيه بتاعنا. هجيب بقى البوله اللي هعمل فيها الكريم شانتيه اللي هو الفورميلا بتاعته اتغيرت والعبوه بتاعته بقت قمر. هنحط الكريم شانتيه كوكس، هحط الباودر، هحط كيسين، وانا مش عايزه احط لبن كتير عشان عايزاه يبقى ماسك نفسه عشان ما يسحش اما نحطه فوق ال، هحط عليه اللبن. ممكن على فكرة كمان نعمله بمية، يعني احنا يا بلبن يا بمية زي ما انتوا عايزين. انا بحب بلبن بصراحة، لكن اللي عايز بمية ممكن يعمل بمية. هاخد شوية من هنا كمان. بس كده. وبعد كده بقى نبص على المهلبية بتاعتنا، الكاسترد اسفة بتاعنا بدأ يتخن عشان ننزل بيه على البسكوت، وفوقيه على طول الكريم شانتيه بتاعنا عشان خلاص تخن الكاستر بتاعنا وبقى قمر. هنزل بيه على طول على، مش ممكن الريحة والجمال الديزرتس يا جماعة، أنا ضعيفة قصتها قوي. خلصنا كده، هعمل إيه؟ هبتدي أضرب الكريم شانتيه الكوكس، هضربه كويس قوي بالمضرب.
خلص الكريم شانتيه بتاعي وهاخده وهنزل بيه. طبعا الصح زي ما احنا عارفين ان انا ما انزلش عليه غير والكاستر يبقى بارد زي ما بنعمل زي ما عملنا في الحلقه اللي فاتت. فالكاستر لازم يبقى بارد خالص بس احنا عشان وقت البرنامج فننزل بالكريم شانتيه بعدها. وبعد كده هو طبعا هيسيح هنا عشان خاطر الكاستر سخن، بس انا هوريكم الفيرجن اللي هي متجمده في الثلاجه عشان تعرفوا معموله بنفس الطريقه، عشان تعرفوا انه هوريكم بقى المفروض ان احنا نجيب مصفى وهنحط على الحاجه الكاكاو الباودر. زي ما احنا شايفين كده هتبقى زي القمر. هوريكم على طول العينة الجامدة بتاعتها اهي العينة، هزود عليها انا هنا كاكاو. بصوا بقى هنا كريم شانتيه ماسك نفسه ازاي، هزود انا بس شوية كاكاو عشان هو شربها شوية، تبقى شكلها زي القمر كده. وبكده نبقى عملنا المكرونة اللي بالباستو صوص أو بصوص الريحان، عملنا الفراخ اللي بصوص الريحان والموتزاريلا الدومتي، عملنا السلطة اللي بالجرجير والتفاح، وعملنا استيلا الشوكولاتة. وكلها لو خدتوا بالكوا حاجات سهلة جدا جدا جدا، بحاول على قد ما أقدر أعمل لكم السهل الممتنع عشان تبقوا دايما مبسوطين وانتوا بتتفرجوا على البرنامج. وأشوفكم إن شاء الله الخميس الجاي الساعة 2 في برنامج من ورا الخيال.